السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير. الفيديو مالتنا اليوم عن تجربة تكاثر نبات سلك الهاتف أو اللبلاب العراقي أو القناقينة أو ما يسمى باللغة الكردية اللاولاو. نبات جميل صيفي قوي متحمل متسلق، يصل إلى ارتفاعات جدا كبيرة. مسوين عليه فيديو العام الماضي، ما شاء الله السنة يعني صعد، مش قد ما تتصورون. فاليوم راح أعلمكم على طريقة التكاثرة جدا بسيطة وسهلة. طبعا هذا الساق مال النبتة زرعناها، لا تذكرون فيديو سابق. هذا الساق يطلع بعض النموات سيقان يعني على صفحة مثل هاي. فأني سويت تجربة عليه، ناخذ هذا الساق، هذا الساق نقطعه وبس ونزرعه أي تربة. هنا عندي هاي السندانة فارغة بها تربة بتمو سوبرلايت، ودشوفون النمو ماله. هلا أشوف لكم يعني تتبعه وين راح، ومن هناك طلع نموات جديدة. وهاي النموات الجديدة فرعت هنا، شوفوا أوراق جديدة، أغصان جديدة، وبدأ يتسلق ووصل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لهنا. هذا كله من الساق اللي قطعناه وزرعناه، وهذا ساق آخر جربته بتربة طينية عادية أيضا. شوفوا بس خليته، شوفوا النموات، هاي النموات الجديدة. فمجرد تقطعون الساق اللي طالع الجنب يعني غير مرغوب فيه، يعني تدون مشوا على ساق واحد، تغرسوه بالتربة وتسقوه يعني بالبداية بس مجرد ترطيب، وبعدين كل ما تجف التربة شوفوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طريقة جدا سهلة. وهذا ايضا، لكن هنا الخطأ شنو صار؟ صار انه النموات يعني بدأت تتسلق على الليمونة، فأنا ما عجبني حركتها حتى تسلق بمكان ثاني، فشنو ماتت النموات الطالعة جديدة. هاي شوفوها ماتت، بس الساق الأصلي بعده أخضر وإن شاء الله راح يطلع نمو أخرى. فمعنى كلامي أنه من تزرعون قلم أو ساق جديد بهاي الطريقة من هاي النبتة أو من نبات آخر، لا تحركون الغصن المحطوط بالتربة إلا جذوره تقوى. شوفوا أنا هسه بس حركتها، أنا ما عجبني نموها وتسلقها على نبات الليمون، ردت يسلق على الياسة، هاي الياسة، بس غيرت الفرع يعني حركته، هو كان بعده جديد فحسيتها ماتت النمو الجديدة، بس الساق بعد أخضر إن شاء الله طلع نموات ثانية. طبعا شنو أقول لكم سريع، يعني بأسبوع واحد ما شاء الله شوفوا النمو مالته، هاي مسلق على قصبة وصاعد على ورد الجمالي، واصل لهنا. طريقة سهلة جدا بسيطة، تحصلون على نبات جديد، يعني مو إلا قلم وهاي. هسه أنا راح أسوي هاي الطريقة قدامكم. وصلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. راح نقطع هذا منه ونخليه بتربة ونحصل على نبات جديد. طبعا وهاي حتى أيضا دائما يبقى الساق يعني على ساق واحد، إحنا حسب ما نريده ونحبه نمشي على ساق واحد. شوفوا شلون سنة واحدة شلون أخذ مكانه، طبعا بعد خلص هو يعني التحم مع الحديد أصلا. نقول بسم الله ونقطع هذا الساق، شوفوا بس يجي قلت له وقطعت، يعني مو مقص أو هاي، يعني مع قليل من الحائل الشجرة الأم. طبعا هو ما شاء الله متفرع، إذا نحاول نخلصه عادي إذا تقطعت بعض أغصانه، يعني نبات كلش قوي. هذا الساق شوفوا، بس راح نزرعه بأي سندانة تربة خفيفة بعد أفضل. هذا الساق هسه راح نقول بسم الله
ونقرا سورة الأخلاص يعني نغرزه هنا. أهم شيء إنه بعد ما نغرزه نحاول أبد من حرك الغصن لحين ما يطلع أوراقه ويشتد، أو جذور قصدي. تشوفون هنا غرزناه بتربة خفيفة ويا قلم مال شجرة الجمال، طبعا هاي هنا كاثرينة وهاي وخلاص. بس بعد لازم منحركه، وهذا أيضا ساق ثاني نسقي مي ومنحركه بعد الحين ما يطلع جذور، وكل ما يعطش بعدين نسقيه عادي ويا هاي الشجرة الأم. شوفون هسه هاي القديمة، هاي القديمة وهاي أيضا بتربة طينية. شوفوا هذا مزروع بتربة طينية، شوفوا النموات شقد حلوة، وهاي أيضا نموات وهاي نموات جديدة، يعني بكم يوم يطلع. أصور لكم يا هذا واضحة، وهذا ساق آخر أيضا راح نغرسه. غرزناه هنا سمينا بسم الله صلينا على النبي، قرأنا سورة الإخلاص ونسقي عند جفاف التربة. بس بالبداية نحافظ على ترطيب. هذا الساق اللي هسه زرعناه، والثاني والثالث. أما بالنسبة لهذا الساق اللي هو يعني اللي يعني قطعناه الآن، وهو يعني تقريبا شوية يعني طويل نوعا ما، بعد ما نحركه خلاص. لأن إحنا شفنا إذا حركنا بيج التجربة شوفت لكم إياها، التحريك قبل ما تطلع الجذور وتكون قوية بشكل صحيح يؤدي إلى موت القلم أو العقلة. وبس بس تشوفون هذا القديم زرعناه، هاي ورقة اللولو، وهذا الساق هنا شوية متعرض يمكن الكسر وأيضا راجع طاق، وهذا صاعد منانة وجاي ملتف على الساق وملتف على النباتات. هذا هاي نهايته هنا صاعد، شوفوا جميل جدا، ورقته جميلة شكلها مميز، سهل التكاثر وقوي ويتحمل أقصى درجات الحرارة. ورقتك شكلها حلو، كبيرة خضراء، يصير بالجلسات يصير بالقمرية، يعني كلش حلو وقوي. يمكن هذا اللي كان يستلق عليه طرزان فعلا، يعني كلش حلو وقوي، ما يريد ما يحتاج أي شيء. شوفوا هنا أنا شو ملتف على الحديد، يعني صاير صب ويا الحديد زين. وهذا كل ما عدنا، وشكرا جزيلا لكم، وربي يسعدكم، ودائما صلوا على النبي تفلحون. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا لكل متابعيني، وشكرا لكل من يدعمني، شكرا لكل من يعلق لي تعليق لطيف، وشكرا لكل من يسأل عني ويدعي لي دعاء طيب، ربي يكتب له بالمثل والزيادة. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم.